الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ينضم إلينا العضو المقاطع للهيئة الدكتور سالم كشلاف. بداية سيد كشلاف، لو تضعنا في الحيثيات الأخيرة لما حدث في تونس والإعلان عن انتهاء صياغة الدستور. لو سمحت سيدي الكريم، هناك في تدخل في الصوت، يعني ما نسمعش فيك بشكل كويس، ربما يكون خلل من القناة يعني. نعم، لو تضعنا في آخر المستجدات التي حدثت في تونس بسبب يعني استكمال المسودة. في البداية تحية طيبة لك سيدي الكريم ولكافة المشاهدين. ما حدث في تونس بأن مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية انتقلوا دون صدور قرار من الهيئة التي لم تجتمع منذ 3 أشهر بدعوة من السيد كوبري بالتنسيق مع البعثة الأممية لمحاولة فرض أمر واقع وتمرير المسودة المطعون فيها قضائيا والمختلف عليها وغير موافق عليها من كثير من الأعضاء. بناء على هذا الأمر استشعرنا مجموعة من الأعضاء خطورة هذا الأمر وما يحاكم من قبل البعثة الأممية مع مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تعلم يقينا بأنه قد صدر حكم قضائي بعدم دستورية النصاب بالتصويت النصاب الذي تم بناء عليه خروج هذه المسودة. واصدرنا بيان من 16 عضوا من مختلف مناطق المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، فنسجل فيها استغرابنا لهذا الاستمرار من قبل هؤلاء الأعضاء في مخالفة الإعلان الدستوري وفي مخالفة القوانين وعدم الالتزام بالأحكام القضائية، كما نستنكر فيه ونجهب موقف البعثة الأممية وخاصة السيد مارتن كوبرن الذي ما فتي أن يعني ينحاز إلى طرف دون طرف آخر ويحاول تمرير هذه المسودة بأي شكل كان دون مراعاة لحساسية الموقف فيما يتعلق بالعملية الدستورية. طيب السيد كشلاف، برغم أن هذه المسودة مخالفة للإعلان الدستوري، برأيك ما هو الهدف من محاولة تمريرها الآن؟ هو السيد مارتن كوبري ربما حسب التحليل الشخصي أن عندما يلجأ للدستور كلما تعثر المسار السياسي يحاول أن يحيي العملية الدستورية باعتباره كأن خطة بديلة أو بلان بي، أن يخرج بشيء يحفظ ماء وجهه. للأسف الشديد ما يعمل به السيد مارتن كوبلر هو مثير للدهشة، يعني في الإعلان في الاتفاق السياسي الذي كان راعيا له ينص المادة 52 من الاتفاق السياسي على أن الهيئة التأسيسية إذا لم تنجد مشروع الدستور في أجل 24 مارس فإنه يحال الأمر إلى لجنة مشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لتقديم يجب اتخاذها في الخصوص، بمعنى أن الهيئة لا يمكنها أن تتصرف بعد هذا التاريخ في أي شيء إذا لم تقدم المشروع قبل 24 مارس. الهيئة قدمت مشروع يوم 19/4 يعني بالمخالفة لإحكام هذه المادة، ومع ذلك السيد مارتن كوبلر يخالف الإعلان الدستوري الذي قام بالإشراف عليه وتبنيه، وهذا ما يزيد الشكوك من البعثة الأممية تريد شيء تمرير شيء بموجب هذه المسودة وأن وراء كما وراء. طيب بالنسبة للأمم المتحدة، ما غايتها من هذه المسودة؟ الأمم المتحدة من وجهة نظري بأن السيد مارتن كوبلر يريد أن يخرج بصفة شخصية بأي نجاح بعد تعثر العملية السياسية، يريد أن يقدم شيء بأننا ليبيا أنجزت دستورا، لا يهم كيف يكون شكل هذا الدستور، ما يمكن أن يؤدي إليه من زيادة تفرقة وتقسيم للبلاد. ربما يمكننا أن نربط بعض التصريحات السيد مارتن كوبلر الذي قال بأنه يجب أن يكون هناك 3 جيوش على 3 أقاليم في ليبيا بما هو موجود في هذه المسودة التي تقسم ليبيا إلى 3 أقاليم، ربما هذا ما يسعى إليه البعثة الأممية أن يكون هذا التوطية لتقسيم مستقبلي لليبيا. طيب سيد كشلاف، بغض النظر على أن المسودة مخالفة للإعلان الدستوري ولكن تم الانتهاء من صياغتها في تونس، المواطن يتساءل لماذا لم تتم صياغتها في ليبيا؟ هي لم يتم صياغتها في تونس، هي ربما آخر خطواتها أو لبيناتها اتخذت في سلطنة عمان، ولذلك يتندر الليبيين ويقولون بأن هذه المسودة مسودة صلالة، وبالتالي فإن هذا الأمر كله خرج بالمخالفة للقوانين وللوائح وللإعلان الدستوري. ما يثير فعلا الأمر يثير الريبة فيما يتعلق بأن كل ما يراد أن يوجد شيء ينجز خارج البلاد، نحن مقاطعون نلتقي هنا بالناس داخل ليبيا، لك أن تتخيل أخي الكريم بأن أنشئت لجنة إعلامية لتسويق الدستور الليبي مقرها في تونس وتباشر أعمالها من تونس وتريد أن تسوق لما يسمى بالمشروع الدستور الليبي من تونس برعاية الأمم المتحدة وبصرف من الأمم المتحدة وتحت بإمكانيات الأمم المتحدة، يعني الهيئة ليست لها ميزانية، وبالتالي الأمر يثير الريبة يثير كثير من الشكوك، والأجب أن يأخذ الموضوع الكثير من الحذر والشجب هذا الموضوع ورفضه جملة وتفصيل. نعم، إذن السيد سالم كشلاف العضو المقاطع لهيئة صياغة الدستور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.